عبر الهاتف من القاهرة مع الدكتور أحمد عبد الله، استشاري علاج الأمراض النفسية والإدمان. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور أحمد. بداية، كيف يختلف الموضوع عن السابق؟ يعني عندما نقول بأنه لم تشهد البلاد هذا التراجع منذ 10 سنوات، لماذا؟ أنا بعتقد إن في تراكم معرفي كبير سواء في الأبحاث أو في الدعاية والإعلان وطرق المواجهة وطرق أيضا إيجاد بدائل. أصبح مستقر في العقل الغربي تماما إن التدخين هو أمر عبثي ومؤذي للصحة بشكل أكيد، وأيضا هناك بدائل تؤدي نفس الدور من بدائل ترفيهية أو بدائل حتى صحية. يعني يمكن أن يكون الإقلاع عن التدخين أصبح موضة في الكثير من البلدان الغربية، وينجح كما تنجح أي موضة مع الحملات الإعلامية والدعائية المنظمة. ما العوامل الأخرى غير زيادة الوعي اللي صحيح عم ينحكى فيه كتير، يعني بالجيل الجديد، مع أنه في يعني شو الكلمة سبويلد بالجيل الجديد، ناس سبويلد، بس بنفس الوقت في وعي بأمور كتيرة، ومنها يمكن موضوع الدخان. هل من عوامل أخرى تتعلق بالبلد أيضا دكتور أحمد؟ بتتكلمي في بلاد مهتمة جدا وعينها على النواحي الترفيهية والنواحي الاتصال بالطبيعة، الحدائق. فرنسا مثلا هي من البلدان الغربية مؤخرا اللي فتحت جزء في حديقة من حدائقها الكبرى لاستضافة محب الطبيعة وأنصار نزعة الطبيعة اللي هم بيحبوا إن هم يعرضوا أجسامهم للشمس وللهواء. يعني في تركيز على اهتمام بالاتصال بالحياة الطبيعية وبالطبيعة في مقابل محاربة عادة ذميمة مضرة مثل التدخين، الاهتمام بالترفيه، لأنه كتير من المدخنين بيدخنوا من أجل النيكوتين اللي هو بيعمل في الجسم أثر في نوع من أنواع الاسترخاء ونوع من أنواع الراحة. فممكن تحصيل هذا عن طريق سماع الموسيقى أو التعرض للطبيعة أو ممارسة أنشطة رياضية أو فنية. في اهتمام في البلدان دي خاصة فرنسا بهذه الأنشطة اهتمام كبير. العامل النفسي دكتور أحمد إلى أي درجة موجود هنا؟ يعني في بالكثير من الحالات بتكون هي مجرد عادة وقلق نفسي هو السبب برجوع الشخص لعادة معينة بتضر بالصحة، إن كان دخان، أرجيلي، مشروب، كحول. هو في عامل نفسي بالتأكيد من هذه الناحية، ومن ناحية أخرى لو أخذناها بالعكس من ناحية المدخن، في ارتباط ما بين التدخين وما بين فكرة التحرر والحرية. فممكن تتكلمي مع امرأة عربية أو مع شاب مراهق عربي فيقولك أنا متحرر، أنا بمارس حريتي. طيب إيه الحرية؟ فمن يكون من ضمنها التدخين، أو يكون من ضمنها شكل اللبس مثلا أو تسريحة الشعر. في المقابل أصبح الحرية الشخصية في كتير من البلدان اتفكت الصورة الذهنية دي، وأصبح ممكن يبقى التفكير في أشياء أخرى غير أشياء أصبح من المعروف أنها مضرة ضرر طب هذا مباشر. نفسيا للإقبال، ماذا عن الشق النفسي للإقلاع عن التدخين؟ يعني دائما نعتقد بأنه نفسيا عندي خوف أنه أنا ما راح فيني وقف. لا، بيحصل العكس، بنبني صورة ذاتية بتقول انه الانسان الذي لا يدخن هو انسان مسيطر على نفسه وانسان قوي. مش القوي بقى هو الكاوبوي ولا اللي هو بيدخن السيجارة وهو راكب الحصان، لا، ده القوي هو اللي يقدر يسيطر على نفسه ويقدر يبني عادات صحية وبالتالي نعم، يمتنع عن التدخين وعن كل ما يضر جسمه. أنا أشكرك جزيلا دكتور أحمد عبد الله، استشاري علاج الأمراض النفسية والإدمان.